السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة سوس المتنوعة. نتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا جبت لكم وصفة ديال الصومو بالكريمة ديال الحامض، وغادي نعطيكم المقادير بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجوا الشرائح ديال الصالموني او الصومو، هكذا غسلناه، من بعد غادي نحيدوا ليه القشرة اللي دايره بحال هكا. غنحتاجوا زيت الزيتون، معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره، فص صغير ديال الثوم المحكوك، ملح والابزار، القشده الطريه، والبقدونس، وحامضه غادي نعصروها. في المقلات غادي نبداو على بركه الله. هنا كيف ما كتشوفوا درنا المقلات فوق نار متوسطه، وغنضيفوا ليها معلقه كبيره ديال الزبده، نخليوها تذوب، وفي نفس الوقت غادي نعصروا الحامض او الليمون سيترون. بعد ما عصرنا الحامض غادي نحركو الزبدة ديالنا باش تولي المقلاة كاملة وهي على نار متوسطة كيف ما كتشوفو. نخليوها حتى تذوب ونرجع معكم. من بعد ما دابت لينا الزبدة كيف ما كتشوفو غادي نضيفو داك الحامضة اللي عصرناها. دائما المقلاة على نار متوسطة. في نفس الوقت غادي نضيفو القشدة الطرية، ونحركو وهي على نار متوسطة. غنضيفو الان الثوم اللي كنا حكينا، واحد الثومه هي تقريبا صغيره، وتقدروا تعوضوها بالثوم القصبي. انا اليوم ما متواجدش عندي الثوم القصبي، نعوضوها بفص ديال الثوم صغير لانه تعطي واحد النكهه لذيذه دائما مع التحريك. كما كتشوفوا كنبقاو نحركوا وحتى نتاكدوا بان الكريمه ولات متجانسه. الان غادي نضيفوا قليل من البقدونس، مع التحريك دائما ونخليو هاد الكريمة حتى تجانس ونرجع معكم. كنبقاو دائما في التحريك والمقلات، كنبقاو دائما تنديرو هاد الخط هكذا. الا ما رجعش لينا داك الخط وبقى مده طويله راه انسجمات مع بعضها. كيف ما كتشوفوا لحد الان راه مازال واخا تنديرو داك الخط كترجع، يعني مازال خاصها قليل من الطهي. كنبقاو في التحريك حتى كتنسجم، ياك الشيف؟ هاد الطريقة ديال الصومو بالحامض كتجي رائعة ممتازة، يعني مختلفة في الوقت ديال الصيف، يعني مناسبة في الوقت والعشاء. الحمد لله الصوم مزيان موجود في الاسواق الحمد لله، يعني ما كيكونش ماشي ثمن غالي كاع بزاف، مناسب ثمن مناسب بطبيعة الحال. كيف ما كتشوفوا كنحركوا وهي فوق نار،
كما كتشوفوا هي بدات كتغلي ياك. بغيت كتقيلها في الفرن نخليوها فوق بالنسبه لينا حنا عندنا لابلاك كتبقى شاده السخونيه، يعني واخا طفينا الفرن راها مازال كتغلي، يعني غنخليوها فوق النار. كيف ما كتشوفوها هي الكريمه من بعد ما طفينا عليها والفرن برد هي ولات كريمه متجانسه. غادي نديروها في هاد الزليفه، وفي نفس الوقت اللي حنايا غنضيفوها في الزلافه غادي نحيدو لهاد الشرائح ديال الصومو، غادي نحيدو لها القشره، هاد القشره غادي نحيدوها هادي. كيف ما كتشوفوا غنبقاو على هاد المنوال نحاولوا نحيدوها رقيقه يكون موس ماضي، ونرجع معكم. غادي نحيدو الشرائح الاخرين تاهما بنفس الطريقه. شوفوا القشره ديالتها كيفاش كتولي. الان غادي نحيدو الاخرين اللي بقاو، نحطو هذه على جنب ونحيدو الاخرين اللي بقاو، وحنا معكم ما تمشيو فين. كيف ما كتشوفوا ها هي الكريمه ديالنا وجدات، غادي نحطوها في هذا السليفه ونخليوها على جنب، وفي نفس الوقت غادي ناخذ ملح والفلفل الاسود نديرهم فوق هاد الشرائح ديال الصومو. ها نخلطوهم بجوج كيقول لينا الشاف ديالنا يغبر علينا شحال ديما ندخل المطبخ ديالنا. نديرو الملح والابزار او الفلفل الاسود من جميع الجويهات. في هذا الوقت خاصنا نشعلو، غادي نديروه نتوما عندكم اختياري، بغيتو ديروه في مقلاة فوق الفرن وديروا فيها قليل من زيت الزيتون وتقليو هاد الشرائح، بغيتو انا عندي يعني لابلاك ديال اللي كنشوف فيها الخضار واللحمه هي اللي غنستعملها اليوم. غنمشيو في الاثناء غنمشيو نشعلو عليها الفرن باش تسخن ونديروا فيها قليل من زيت الزيتون. يا كشف غادي نشعلو عليها في السخن وغنديروها في يعني دائما نار متوسطه، نخليوها حتى تسخن قليلا ونديروا لها قليل من زيت الزيتون ونضيفوا فيها الشرائح. احنا نتسنى واحد بضع ثواني باش تسخن ونرجع معكم. تقريبا قياس ديال معلقه ديال زيت الزيتون، وغنديرو الشرائح ديالنا. نتناوهم يطيبو شويه من هاد الجهه ومن بعد نقلبوهم للجهه الاخرى. اخواني اخواتي ما تنساونيش بلي جميل عجبكم الفيديو وبالبارطاج مع الاصدقاء ديالكم، والتعاليق ديالكم زوينه، شكرا لكم بزاف. كما كتشوفوا كنقلبوهم الصومو ما كيحتاجش وقت بزاف باش يطيب لانه دغيا كيطيب، ما
غير قليل من النار كي يطيب شابيه. كيجي الصراحه الصومو كيجي مع هذه الصلصه مذاق كيتوال معها بزاف، كيجي رائع. كنتمنى انكم جربوها راه تعجبكم ان شاء الله، وما تنساوش الا جربتوها تردوا لي الاخبار، قولوا لي كيف جاكم الذوق ديالها، ان شاء الله غادي تعجبكم. وثاني غادي نديرهم على جنب باش يتشواو من الجنب، نخليهم بحال هكذا ونعاود ثاني نقلبهم من الجهه الاخرى، نخليهم يطابوا على هذا الجانب ومن بعد نعاود نقلبهم من الجانب الاخر، يعني هكذا غيكونوا طابولين من جميع الجوانب ان شاء الله. ما تشوفين انا راجع معكم. انتما كيف ما كتشوفوا حطينا في البريسيد من بعد ما شويناه، وغادي نضيفوا عليه هذه الصلصه او الكريمه ديال الليمون والقشده الطريه، وكنقدموه كنزوقوه بهذه الطريقه مع ليمون او الحامض. كنزينوه بقليل من البقدونس وكنقدموه بالصحه والراحه. هذا هو الطبق ديالنا النهائي، نتمنى يكون نال اعجابكم وتجربوه لانه كيجي مذاق رائع. وما تنساونيش في الجيم والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم، خليت لكم الراحه.